السلام عليكم أصدقائي، اليوم سوف أشرح لكم كيفية إظهار شاشة الهاتف الأندرويد على الحاسوب والتحكم به عبر كابل USB أو الواي فاي، وذلك باستخدام برنامج اسمه SideSync، فهو برنامج من إنتاج شركة سامسونج. ما علينا فعله هو تثبيت برنامج SideSync على الهاتف ثم على الحاسوب. نقوم أولا بتثبيته على الهاتف، نذهب إلى بلاي ستور ثم نكتب اسم التطبيق SideSync. هذا هو التطبيق، قد قمت مسبقا بتثبيته. بعد ذلك نقوم بتثبيته على الحاسوب. هذا هو البرنامج، سأضع رابط تحميل للبرنامج على الديسكريبشن. نقوم بتثبيته، قد قمت مسبقا بتثبيته. بعد ذلك نذهب إلى البرنامج، فهو من شركة سامسونج كما قلت مسبقا، SideSync. هذا هو البرنامج، نقوم بفتح للتطبيق. بعد ذلك يعطينا التطبيق هذه الشاشة. بعد ذلك نقوم بفتح التطبيق على الحاسوب وعلى الهاتف. قد قمت مسبقا، نعم ها هو على الهاتف وهو على الحاسوب. ثم نضغط على فون سكرين لتظهر لنا هذه النافذة للهاتف. من هنا يمكنك القيام بجميع الوظائف كالإجابة على الرسائل الواتساب أو اللعب أو التصفح. سنقوم باختبار، سنقوم مثلا بفتح للعبة مثلا. نعم، كما تلاحظون لا يوجد أي فرق ما بين التحكم من على الحاسوب أو التحكم مباشرة من الهاتف. يمكنكم أيضا تبادل الملفات ما بين الحاسوب والهاتف، ويمكنكم أيضا الإجابة على المكالمات أيضا ووظائف أخرى إضافية. أتمنى أصدقائي أن يعجبكم هذا الفيديو، ادعموني بالاشتراك في قناة لك نجاح والضغط على لايك، وانضموا إلينا على الصفحة الرسمية لفيسبوك مدونة لك نجاح أو على جروب فيسبوك أصدقاء لك نجاح. أشكركم أصدقائي على المتابعة.